أعزائي أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من معجزات المسيح. في هذه الحلقة رح أتكلم عن معجزة شفاء عبد قائد المئة. أنا موجود في المنطقة الشمالية لبحيرة طبرية في الجليل، في بلد بالتحديد اسمها كاترين، كانت واحدة من المدن التسع حول بحيرة طبرية. وهذا المجمع القديم طبعاً أحد المجامع الكثيرة في الجليل، ورح أتحدث عن هذه المعجزة بعد قليل. أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة، إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تكتب أو تتصل بنا. يا امرأة، لقد شفيت من مرضك فلتبصر، إيمانك قد شفاك. يا بنية قومي. يسوع سيخلصنا. غير مقبول. شفي وجهه أيضا. أيها الشاب، لك أقول قم. معجزة. هل حدثت معك معجزة؟ معجزة شفاء أو فداء، معجزة خلاص أو تحرير؟ خبرنا فنخبر الآخرين. أعزائي، أريد أن أتحدث عن معجزة شفاء عبد قائد المئة. هذه المعجزة مميزة وفريدة من نوعها، حدثت مع شخص يعتبر مش من شعب الله، لكنه أظهر إيمان وعمق روحي أكثر من كل شعب الله، وأثار إعجاب شخص الرب يسوع المسيح قائد المئة. طبعا البلاد كانت محكومة تحت الرومان، كانت تحت الاستعمار الروماني، والجيش الروماني كان منتشر في كل مكان، وفي كل منطقة كان يحطوا رئيس قائد مئة، أي مسؤول على 100 جندي، حتى يحفظ ويحرس، وطبعا يجمعوا الضرائب ويحافظوا على النظام والهدوء، ويكونوا جاهزين ضد أي ثورة سياسية. هذا القائد كان في كفر نحوم، كان مميز جدا من خلال قراءتنا في إنجيل لوقا الإصحاح السابع، بدليل شهود اليهود قالوا أنه يحب أمتنا وبنى لنا أيضا مجمع، فطلبوا وناشدوا من الرب يسوع أن يذهب ويشفي عبد قائد المئة. عدة قواد المئة مذكورين في العهد الجديد بشكل جميل. القائد اللي كان عند الصليب ورأى صلب المسيح قال هذه العبارة: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. نقرأ عن قائد المئة كارنيليوس في سفر أعمال الرسل الإصحاح العاشر: كان بارا وخائف الله مشهودا له، وطلب من بطرس أن يأتي، فآمن هو وجميع عائلته وامتلأوا من الروح القدس. ثم القائد الذي ذكر للحاكم الروماني من أن يسيء أو يساء إلى بولس الرسول، سفر أعمال الرسل إصحاح 23، والقائد الذي أراد أن يخلص بولس أثناء سفره إلى روما. منشوف أن هذه القواد حازوا على قوة معينة وسلطة معينة كانت تستخدم حتى يحافظوا على هذه البلاد، لكن البعض منهم آمنوا أيضا بالمسيح يسوع. لكن هذه القصة واحدة من القصص العجيبة، إنه هذا القائد الروماني عبده مرض وأرسل وراء المسيح. واضح
إذا بندرس شخصيته بنجدها أنه شخصية غير عادية، كان يتمتع بأخلاقيات عالية جدا وتواضع مميز وإيمان لا يتراجع ولا يتقهقر. من ناحية أخرى، مع أنه قائد ورجل عسكري ومسؤول كبير، إلا أنه كان رقيق المشاعر، يشفق حتى على العبد اللي عنده الذي يباع والذي يشترى. هذا العبد كان بمثابة ابن لإله، لكن في أيام الإمبراطورية الرومانية أكثر من نصف المملكة كانت عبيد، والعبد لا يوجد له أي قيمة، يعتبر سلعة تشترى وتباع. لكن هذا العبد بالنسبة لقائد المئة كان عزيز عليه، كان غالي على قلبه، يهتم به، اللي شغلت أنه هو يرسل الشيوخ وهو بنفسه يروح ليسوع المسيح من أجل هذا العبد. لكن حتى طريقته في التعامل واضح أنه كان عنده حكمة، كان حكيم. بنشوف أنه كان له شهادة حلوة وسمعة طيبة، أرسل شيوخ اليهود حتى يتكلم مع يسوع، واضح أنه رجل عسكري بالتعامل أيضا. لكن من ناحية أخرى كان شخص نبيل وشهم، وكان محب وله سيرة حسنة أمام الجميع. هذه الشخصية اللي اهتمت بالعبد. لكن الشيء اللي بيلمس في هذا، في هذه القصة، إنه لما وصل بعدين قالوا ما في حاجة، قال هذه العبارة: لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. حتى اعتبر نفسه غير مستحق وغير آهل، يعني ما بيستاهلش إنه حتى المسيح يجي لبيته لمكانه. انت آمن إنه حتى لو المسيح تكلم من بعد بالإيمان إنه عبده راح يشفى. فقط كل كلمة فيبرأ غلامي. ما أعجب هذا الإيمان، إيمان عظيم جدا. هذا الإيمان لا تحد أي مسافات، لأن المسيح كان على بعد 25 كيلومتر، فهذا الإيمان عمل حتى في هذه المسافات. هذا الإيمان بالفعل الذي يذلل كل الصعوبات، هذا الإيمان الذي يتخطى كل العقبات، هذا الإيمان الذي يتحدى بل يستهزئ بالمستحيلات، هذا الإيمان فوق اللامرئيات، مش بالعيان، بالإيمان، يعني نظر نظرة إيمان ورأى ما بعد أبعد ما هو من العيان. هذا الإيمان أحبائي الذي يعمل في كل الأوقات، هذا الإيمان الذي يحرك قلب المسيح يسوع. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. مكتوب: بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. الإيمان هو أن ترى ما لا يرى، أن تصدق ما لا يصدق، وأن تحقق كل ما هو مستحيل. مكتوب عن موسى بالإيمان لما كبر ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى. مكتوب عن إيمان إبراهيم: يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. هذا الإيمان اللي بيحرك السماء، هذا الإيمان اللي لمس الرب يسوع المسيح. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدة، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدأ، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وجموع جاءت تسمعك، تتعلم من حكمة فاك، ففتحت الثغر وعلمت، أشبعت قلوبا بغناك. ساعات عبرت والجمع آلاف احتشدت، قد جاعوا
والخبز قليل والسمك غلاما يشبع بالكادي غلاما يشبع بالكادي. فنظرت في حب لهم أشبعت جوع جسدهم. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. هذا الإيمان عظيم جدا لقائد المئة، آمن بقوة يسوع المسيح. بكلمات أخرى اعترف أن قوة يسوع المسيح وسلطان المسيح غير محدودة، وأن هذا السلطان حاضر في كل زمان وفي كل مكان. آمن بالمسيح القادر على كل شيء والحاضر في كل مكان وزمان، وآمن إنه كلمة يسوع المسيح تخترق كل المسافات وبتصل إلى أي مكان في العالم، لأنه هو المهيمن والحاضر في كل مكان. هذا الإيمان أحبائي أثار في المسيح تعجباً وإعجاب بإيمان هذا الرجل العظيم. يعني مدح هذا الإيمان وقال: لم أجد إيمان مثل هذا الإيمان في كل إسرائيل. يعني هو مدح، لكن من ناحية تانية نوع من الحزن والتأسف على عدم وجود نوع هذا الإيمان في كل إسرائيل. واضح في العهد الجديد إنه المسيح مدح إيمان المرأة الكنعانية ومدح أيضا إيمان القائد الروماني. يا سلام، هون واضح إنه بالنسبة لخدمة المسيح لا تحدها أي حدود أو أي سدود، فهو جاء ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. هو تعامل مع السامرية، تعامل مع القائد الروماني، وتعامل أيضا مع الخطاة والعشارين مثل زكا، وتعامل مع كل نوعيات الناس. هذا هو يسوع المسيح. اتعجب من إيمان هذا القائد، لكن حزن على عدم إيمان أمته وشعبه. ما فيش هذا الإيمان في إسرائيل. القائد عبر بكلمات عسكرية: وأنا إنسان تحت سلطان أقول لهذا اذهب ولهذا ائتي فيفعل. لكن مع كل هذه القوة العسكرية أظهر أنه كان لاهوتيا أكثر من أي واحد متدين. منشوف أيضا في هذه القصة شخصية يسوع المسيح، منشوف تواضع المسيح. قال: أنا آتي وأشفي، يعني في الحال أراد أن يذهب، وأنه لا يتأخر بل يسرع للنجاة وللخلاص. أيضا منشوف قوة المسيح، الكلمة بسلطان. لكن من ناحية أخرى المسيح استخدم هذه الحادثة ليحذر على عدم الإيمان. لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا مقدار هذا الإيمان. مدح قائد المئة ووبخ أمته على عدم الإيمان. وبخ أمته مثلا المدن اللي حول طبرية على عدم الإيمان، ولم يستطع أن يفعل معجزات في الناصرة لعدم إيمان الشعب. هو عنده القوة، قادر أن يفعل، لكن ينبغي أن يتفاعل بقوة الإيمان. احنا بجانب المجمع القديم في منطقة كفر نحوم، المنطقة العليا. هذا المجمع من القرن الرابع أو الخامس ميلادي من أيام البيزنطيين، لكن لاحظوا معي أنه مبني على المجمع القديم
حجر الأساس القديم اللي هو حجارة بازلتية سوداء، هي حجارة هذه المنطقة، لكن الحجارة الأخرى جابوها من أماكن أخرى على الأرجح من المنطقة الشمالية. فبتورجينا كيف هذا المجمع كان على الأساس، المجمع القديم اللي تكلم فيه يسوع وصنع المعجزات في هذا المجمع. دعونا ندخل للمجمع. مثل ما شايفين معي المجمع حجمه ضخم جدا. طبعا الناس اللي كانت تيجي تعبد الله في هذا المكان أكثر من حجم عدد السكان في المنطقة، فهذه كانت طريقة بناء المجامع، ولا سيما في القرن الرابع بيبنوا الأعمدة بصفين وأعمدة عالية. وطبعا مثل ما شايفين المجالس أو المقاعد على جنب الجدران، كان عادة المعلم يجلس مع مجموعة من الطلبة حتى يشرح ويفسر كلمة الله، فتكون عبارة عن مجموعات لدراسة الكلمة. طبعا المجمع كان حياة اليهودي، دائما يزوره يصلي يقرأ، في أيام معينة لازم يدخل للمجمع حتى يكون في نوع من الشركة والعبادة والصلاة والقراءة أيضا. لكن الذبائح والعبادة كانت في أورشليم، كان لازم كل يهودي ذكر يذهب بالأعياد الرئيسية الرسمية إلى أورشليم، ولا سيما عيد الفصح. هذا المجمع مؤلف من طابقين، الطبقة العليا كانت النساء تجلس فيه، وهذه الطبقة كان الرجال يجتمعوا ويجلسوا فيه. طبعا الجهة الأخرى لهذا المجمع هي دار الشركة، وإن كانوا يتناولوا الولائم المحبية في هذا المكان. طبعا مثل ما شايفين حجارة سوداء في كل مكان، لأن المسيح تنبأ على كفر نحوم عن نفها وبخها، وقال عن كفر نحوم اللي هي يعني لها أبراج عالية وقوية وعظيمة ستهبطين إلى الهاوية. وتمت نبوة المسيح بالفعل، يوم لا ترى إلا أكوام من الحجارة السوداء. بحب أذكرك في هذه المنطقة تم شفاء المفلوج اللي دلوه من السقف، وأيضا عبد قائد المئة، ومعجزات كثيرة. أمامكم راح تشوفوا الكنيسة، كنيسة بطرس أو القديس بطرس. في هذه المكان شفى حماد بطرس، وطبعا كان بيت بطرس موجود في هذا المكان. خلينا نروح نشرح عنه في المنطقة هناك. إحنا في طريقنا لبيت بطرس، راح نتكلم عن الاكتشاف اللي تم في المنطقة هناك. كيف استنتج أن هذا بيت بطرس؟ إحنا بنعرف من الإنجيل المقدس أن المسيح شفى حمات بطرس وكانت تخدم يسوع والتلاميذ. بعد القيامة ابتدأ المؤمنين يجتمعون وابتدأت الرسالة المسيحية تنتشر. فطبعا بالنسبة لهم وين كان بطرس ساكن هذا شيء خاص ومميز، ابتدأوا يجتمعوا في البيت، وبنشوف أثرات البيت القديم بعض الأعمدة، لكن بنوه بشكل كنيسة أو تشابل صغير، لأنه في البداية التلاميذ كانوا يجتمعوا يا في الهيكل يا في المجامع أو في البيوت، ما كانوا يبنوا الكنائس. شايفين الشكل المثمن، ولما ابتدأت الرسالة المسيحية تنتشر وسعوا هذا المثمن. شايفين الحيط الثاني معي هون، وهذا كمان الحيط الثالث وسعوه، والحيط الرابع، فأصبحت مبنى كبير يعتبر مكان للقاءات والاجتماعات. وطبعا في عصور لاحقة زخرفوها وبنوها، هذه الكنيسة بنوها من عدة سنوات فوق المكان حتى بشكل هندسي كتير كتير حلو، بدون أي عمدان في النص، والشخص اللي بيكون فوق بالكنيسة يستطيع أن يرى الكنيسة القديمة من خلال الزجاج. طبعا منظر جميل على بحيرة طبرية. Thank you.
أعزائي واحدة من الكلمات القوية في هذه القصة عندما قال قائد المئة للمسيح قل كلمة. ما الذي جعل قائد المئة أن يؤمن بسلطان المسيح وبقوة الكلمة؟ هو طبعا يعرف هذا الشيء لأنه رجل عسكري، عندما يأمر ويقول شيء ينبغي أن يطاع فيتم وينفذ هذا الأمر. أدرك إنه كلمة المسيح مصحوبة بجلال وحضور الله، أدرك أن قوة كلمة المسيح مصحوبة بسلطان أيضا تعمل وتفعل في كل الأوقات. إنما يميز شخصية المسيح عن أي إنسان إنه يقول فيكون. عارفين في كتير ناس بتتكلم وتتكلم وكلماتها ما فيهاش أي فايدة أي منفعة أي تأثير وأي سلطان. وإحنا بنسمع كتير من الخطابات السياسية أو الخطابات الدينية وكلها شعارات وكلها كلمات، لكن هذه الكلمات تذهب في الهواء أدراج رياح. لكن كلمات المسيح قوية جدا، فعالة، مؤثرة، نسميها قوة الكلمة المنطوقة أي الممسوحة بجلال وحضور الله، الكلمة التي تعمل تغير. هذه الكلمة تستطيع أن تحقق مقاصد الله. المسيح في أي شيء كان يعمله قال أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، أنا هو نور العالم فتح عيون العمي، قال أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى. أي شيء قالوا المسيح نفذوا وفعلوا. حتى التلاميذ أدركوا أهمية هذا الموضوع، قائد المئة أدرك أهمية هذا الموضوع. والتلاميذ في أحد الأيام جاء المسيح على بحيرة طبرية وقال لبطرس الرسول من بعد فشل ليلة كاملة، قال اذهب وابعد إلى العمق. فأجاب بطرس رسول ليسوع المسيح وقال له يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وبالفعل هذه المعجزة كانت معجزة قوية، أنهم اصطادوا سمك كثير وتم ما قاله الرب يسوع المسيح. إنها قوة الكلمة. قوة الكلمة أحبائي بالنسبة إلي ولإلك ممكن أنك تتمسك بوعد معين من كلمة الله. مكتوب لأن كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين. ويقول النبي إشعياء في الإصحاح 55 عن الكلمة كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة. ويقول النبي إرمياء أن كلمتي كنار كمطرقة تحطم الصخر. كلمة الله تعمل، كلمة الله تشفي، كلمة الله تحرر، كلمة الله تغذي النفوس الجائعة، كلمة الله تحقق مقاصد الله. عندما قال المسيح شيء اتمسك في وعود المسيح. المسيح هو أمسا واليوم إلى الأبد، قادر أن يشفيك من ضعفك اليوم، قادر أنه يغفر لك اليوم، قادر أنه يحررك من كل خطية من كل عبودية اليوم. ثق في كلمات المسيح، ثق في قدرة المسيح، ثق في قوة كلمة المسيح. هذه الكلمة الممسوحة بروح الله تستطيع أن تعمل. عندما هاجم الشيطان المسيح وجربه قال له مكتوب، أي بالكلمة هزم الشيطان، وبكلمة أخرج الأرواح الشريرة، وبكلمة شفى المرضى. كان يتكلم فيفعل. نعم أحبائي هذا ما يعجبني في شخص المسيح، إن المسيح يعجب بالإيمان، لكن أيضا المسيح نعجب به لأنه عندما يتكلم يعبر أنه ليس فقط نبي الله الحقيقي. كثير من الأنبياء تتكلم وتدعي الكلام لكن بدون أي آيات مدعومة وبدون أي قوة ظهر من خلالهم. المسيح علم وعمل، المسيح أظهر التعليم والمعجزات من خلال حياته الخالية من كل خطية، وهذا يعطي مصداقية للمسيح عندما يقول يكون. أصلي من كل قلبي إنك تتبع المسيح. لربما أنت تبحث، أنا أقول لك جرب المسيح، تعال إلى المسيح
وثق في مواعيده، ثق في كلمته، إنه قادر أن يغيرك الآن، فهل تأتي إليه؟ أعزائي في الختام، ثق في قوة كلمة المسيح. القديسة مريم العذراء في قانا الجليل قالت للناس: مهما قال لكم فافعلوا. وجهت أنظار الناس على قوة كلمة يسوع، إنه لما بيتكلم بيعمل. وتذكرون قصة المفلوج في الجليل؟ أربعة أشخاص آمنوا بقوة المسيح فأحضروا المفلوج ودلوه من السقف. وأيضا قائد المئة جاء بالنيابة عن عبده. وهكذا يمكن أنت اليوم بتصلي من أجل شخص عزيز على قلبك، شخص غالي عليك، يمكن أحد أفراد العيلة، ابنك بنتك بمر في ظروف مرض صعب، يمكن حاولت وأخيراً وصلت، يمكن بتقول: الله أنا لا أعلم هل سيشفيني أم لا. أنا بشجعك اليوم وبشجعك، ثق في قوة كلمات المسيح، مواعيد المسيح. قال: ومهما طلبتموه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. هذه كلمات المسيح. هل يغير فكره؟ حاشا. هل يكذب؟ حاشا. هو المنزه، هو الذي لم يفعل خطية، هو الطاهر والنقي، فعندما يتكلم يعني ما يقول. مهما كانت ظروفك، مهما كان مرضك، مهما كانت أحوالك، تعال بالإيمان ليسوع المسيح، تعال بإيمان غير مرتاب، تعال بإيمان ما تشكش في قلبك، تقول لهذا الجبل انتقل فيطيع. هذا الإيمان الذي يلمس الرب يسوع المسيح. وعندما تلمس بالإيمان قلب الرب يسوع، سوف يأتي ليلمس حياتك، يلمس ضعفك ويشفي مرضك. وصلي أيها الرب يسوع من أجل كل مريض، من أجل كل محتاج، إنك الآن تمد يمينك الشافي. إحنا منعرف إن روحك القدوس لا تحد أي مسافات. ننطق كلمة الإيمان باسم الرب يسوع إنك تشفي كل مشاهد باسم الرب يسوع. إلى اللقاء، والرب يباركك. Thank you.